مركز توب غرسان ايش هذا ايدا فوق انت شوف اللي سنه تمام ايش بس ايش ده هي ان كره مليرو ها طب انه كان هو عندي سنه شوف بس لايك ده سون كي هرا اي سون كاس برواغا سور باقبني كان لكن ابار اي ديبات با لكولوني بداي ادا قال اي ول ول با لكولوني سون كي شالاي لي كوك هاي جيك لي لمنين اتا ولي بدر دو مقادنا راشين ايران دو مقبنا غريهان ول ان قبنا مله حلحان افر كو ان اسد هاينا لي كافر هاينا ولكن هناك من يمكن ان يكون 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 سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يمكن ان نتحدث عن هذا صورتنا كرسداني بكريتنا كرسداني برواق صورة رغم بيهر هذا ورعاني كان لكن كام الدقن بعلا عن النهاية بدر لا عن النهاية أون أبار سلع ينهاية بدر كاسم لبيها أود أن تلك كاريها ولا ندعه يوم اللي الموت إيه عاوشة مركون ها بريسة ندعه كورنا من ندعه When there is a drought in Somalia, it is more likely that the farmers will produce less compared to the pre-drought season. That's one of the main factors for the soaring price of food and other basic commodities in Somalia. That's number one. Number two, the low supply of food is mainly caused by the Russian-Ukraine conflict. As we know, Somalia imports almost more than 30% of the food consumed in Somalia. As we know, now we are in the early days of Ramadan. When Ramadan comes, people demand more food and other basic commodities. اللهم تجعلنا في هذه الليلة دفنا
حاجر ولا لباهن ولا لك أفري ولا لك ونحريسه صدقات كأن بذنو خير كأن بذنو دد وحاجر أنا أفر كهيلي كرين إن أن ماركت أن أن هلمامن وأن أفرنه وأن نحريسنه هدي الله سبحانه وتعالى رمضان كان ينون لما يو دد باجر ولا لا أنا إيد هيلي كرين وأنا فرحدة سيدة دد كلا أنا موجن كرين إن أيقنا لقى ورهيو